فهو ده اللي خلانا النهاردة ان احنا نقول لابد من موضوع التقنين. ويمكن عشان كده كان التوجيه، طب احنا القانون المفروض هيخلص زي ما قلنا 30/9، طب هنقعد نمد تاني ومن غير اي حاجة، وشايفين ان المردود ان مفيش تجاوب لهذا الموضوع. فعشان كده كانت الرسائل القوية من الدولة ان لا، لازم بقى يا جماعة، ولازم احنا كمواطنين وكدولة نشتغل مع بعض على ان احنا نوقف ونقفل هذه الصفحة ونقنن الاوضاع باسرع وقت ممكن، علشان بعد كده خلاص يبقى الراجل اللي بقى موجود النهاردة وهو بيقول انا ما كانش ذنبي وانا البيوت دي اتبنت في وقت من الاوقات، طب خلاص احنا بنقنن الوضع، ولازم ان انت تتقدم وتقدم هذا الطلبات بتاعتك علشان فعلا ان احنا نقفل هذا الملف، ويبقى كل هدفنا مع بعض. وانا بأكد عليها اننا لن نسمح بان ايراد تاني من الارض الزراعية يتبني عليه. انا بتكلم على ايراد جديد من الاراضي الزراعية من النهاردة واحنا واقفين، انه يرجع يتبني عليه تاني، وإلا يبقى خلاص، يبقى احنا يعني الموضوع لن ينتهي، لن ينتهي. وهو ده اللي خلانا ان احنا بنقول احنا بنقفل هذا الملف، وحريصين ومصرين ان احنا نقفله باسرع وقت ممكن، لان كل ما هنمد كل ما حد هيحاول ان هو يتحايل ويبني ويبقى يقول لك طب ما انا موجود، طب قنن لي وضعي، يبقى هو الموضوع نزيف مستمر لن يتوقف. ما هو كل ما هنقعد نمد فترات، نقول 6 أشهر، سنة، 2، 3، في السنتين 3 دول هتظهر مناطق تانية وهيقول لك طب انا عايز ادخل انا كمان في التقنين، وتفضل العجلة اللانهائية مستمرة في الدوران. فهو عشان كده كان هذه الوقفة الحاسمة من الدولة، لان عندنا الرغبة الشديدة والحرص على انقاذ ما تبقى من الاراضي الزراعية اللي هي بتأكل 100 مليون مواطن مصري. حضراتكم متخيلين لو استمر هذا النزيف من الاراضي الزراعية، ومش عايزين نقول ما كل واحد فينا معلش من ناحية نفسية ممكن يقول انا عايش النهاردة يعني ربنا يحيينا بقى، معلش بقى الاجيال اللي تيجي بعد كده بقى هم يكون ربنا يعني يتولاهم. احنا بنتكلم، انا مش بتكلم في فترة زمنية بعيدة، انا بتكلم في 10-20 سنة على الاكثر، اللي هم النهاردة اي حد من متوسط العمر اللي هم بيمثلوا 60% من الشعب المصري، اللي هم من 40 سنة فاقل، النهاردة هيبقى هو اللي هيواجه هذه القضية في خلال 10-20 سنة. ان من الوارد لو استمر هذا النزيف انه ممكن نصل الى مشكلة حقيقية في ان احنا نلاقي اكلنا. فكل ده كان بيدعونا ان الدولة تتحرك وتاخد الاجراءات.